أوجه رسالة للمثليين. بصفتي شخص عمره ما رفضهم لكن ما شجعهم، إنه لا تعتقدون إن النظام العالمي الجديد يحبكم، عشان كذا يسن قوانين إن اللي يتعرض لكم ينسجن، أو اللي يتعرض لكم يباد، أو اللي لا مش حباً فيكم أبداً. نظام العالم الجديد مستخدم المثلية كعذر زيها زي أي طريقة للإبادة البشرية للتناسل، تحت نظرية هي حقيقة هي مش حقيقة بس هذا الواقع، تحت نظرية المليار الذهبي، أن وقف التناسل الكرة الأرضية ما فيها غذاء، ما بعرف وشو، والماي واللي قاعد يصير، من ضمنها اللقاحات، من ضمنها كوفيد، من ضمنها الحروب، من ضمنها الأدوية، من ضمنها الأخطاء الطبية، من ضمنها السرطانات، من ضمنها كل أشياء اللي قاعد يزرعونها في البشر عشان يخلصون على البشر. الآن هم معلين في المثلية كثير، وهذا مخلي للمثليين وهم أنه إحنا محميين.